العلماء إنما انت عارفهم، بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم. اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فبلاش يكون يجازف، والباقي بقى انت عارف. هجوم في السماء، هجوم في السماء، مفيش الخوف مكان وسطنا. هجوم في السماء، هجوم في السماء، هتشوف اللي ما شفتوش عندنا. هجوم في السماء. هنطير لفوق والكل عارفين، شاكب راكب من غير مقالب، احنا متفقين وصاها عايزه قلب، اصل الموضوع مش صعب، تعال نجرب ليه مستغرب، صعب تهرب الكون كهرب، هي مغامره انت لازم تعيشها قدام الناس والكل هيشوفها، هي لقطه جوه فقره هتكون للذكرى، صعب بس هتفتكرها بكره. هجوم في السماء، هجوم في السماء، مفيش الخوف مكان وسطنا. هجوم في السماء، هجوم في السماء، هتشوف اللي ما شفتوش عندنا. هجوم في السماء. نجوم حلقتنا النهارده هم نجوم البرنامج ده، نجوم البرنامج الحقيقيين اللي من غيرهم ما كانش هيبقى فيه برنامج اساسا. مثال للالتزام والانضباط والاحترافيه اللي ملهاش مثيل، اثبتوا فعلا ان المصري قادر يعمل اي حاجه حتى لو هيطير في السماء. اول حاجه كلمنا عن بدايه الرياضه دي في العالم وتطور اللي وصلت له. هو طبعا في البدايه السكاي دايفنج او رياضه المظلات هي طالعه من العسكريه. يعني هو العالم عرف رياضة المظلات بعد الحرب العالمية الثانية، وابتدت تنتشر رياضة المظلات في السبعينات والثمانينات القرن الماضي، وطبعا اتنظم لها اتحادات في كل دولة، وطبعا دخلت في مصر هنا في أول الثمانينات، والحمد لله دلوقتي الحمد لله مصر بتاخد مكانة كبيرة جدا في المجلة. تعتقد الرياضة دي هتنتشر في مصر؟ والله أنا أتمنى إن شاء الله، وهي نوع جديد من الرياضات اللي هي غير تقليدية، اللي هي الاكستريم سبورتس. احنا بنبعد شويه عن الرياضات اللي احنا تعرفنا عليها، وبنتكلم في رياضه جديده. الرياضات الجويه فيها افرع كتير جدا، منها السكاي دايفنج ومنها الباراموتور ومنها رياضات كتير. فانا شايف ان شاء الله بعد كام ايفنت فعلا عملناه، شايف ان لا احنا كمصريين محتاجين ان احنا نخش في الرياضه دي، وهي هتلاقي ان شاء الله اهتمام كبير قوي من قاعده كبيره جدا في مصر. احنا شفنا من خلال رحلتنا معاكم في البرنامج ان مستوى الامان عالي جدا، ده بيرجع لخبره فريق العمل ولا في مقاييس معينه؟ لا، هو في الحقيقه اي رياضه تتعلق بالاكستريم سبورتس، يعني اول كونسبت بالنسبه لنا اللي هو الامان، عنصر الامان. فاحنا شغالين تحت الريجليشن العالمي لعناصر الامان، وما ينفعش نخرج براه، من اول ما بياخد القافز التلقين بتاعه لحد ما بيطلع الطياره، لا القافز ما يكونش يهتم بمعايير الامان والسلامه، ولا المعدات بتاعتنا تكون خارج عنصر الامان والسلامه. فاحنا لازم تبقى منظومه كامله اساسها هو الامان والسلامه، وده يعني كونسبت اساسي وواجهه رئيسيه لينا في اثناء التشغيل بتاعنا. الطياره دي موديل حديث جدا، فيها احدث الاجهزه، تعتبر اصلا بره ما بيستخدموش طيارات حديثه بالمنظر ده، بس احنا الناس فكرت ان احنا عندنا سيفتي فيرست، فاضطرينا ان احنا نجيب حاجه تبقى يعتبر براند نيو للطياره، وفيها اجهزه طبعا مساعده اللي هي للسكاي دايف. يعني عشان تطلع بطياره فيها مغامرين محتاج منك مهاره ايه بشكل محدد؟ هي بتبقى ليها طبعا تدريب مختص ليها معين، جانا مدرب من بره اجنبي من المانيا، دربنا على السكاي دايف وعلى الفرقه بتاعه الطياره، فهي ليها سيكونس مختلف بس شويه في التشغيل بتاعها عن باقي الطيران. يعني الطياره حجمها صغير، هل محتاج مهبط او مطار خاص ولا ممكن اي مكان واسع؟ هي الطياره مجهزه عالميا، اللي هي ممكن تنزل في اي مكان، ممكن تنزل في على جراس او تنزل في ساند او اي حاجه، ولكن طبعا احنا كسيفتي هنا في مصر معامل الامان عندنا زياده شويه، فاحنا لا يعني بنختار دايما احنا ننزل على الحاجات الممرات اسفلت، ولكن ممكن ممر يبقى مسافته صغيره، مش شرط اللي هو بيبقى مسافات كبيره زي المطارات العالميه. يعني احنا طبعا كمهندسين وستاف مهندسين لازم بنتحقق ونشيك على الطياره بتاعتنا قبل القفز، بيكون بوقت كافي على حسب طبعا الوقت اللي هيلزم للعمليه اللي احنا داخلين عليها، او لعمليه الصيانه او التشيكس او الانسبكشنز اللي هنقوم بيها. طبعا طياره السكاي دايفنج مختلفه تماما عن الطيارات الثانيه، لان الطياره دي مخصصه بحيث ان هي يتم من خلالها الاسقاط من خلال باب بيبقى موجود داخل الطيارة، بحيث إن القافزين يقدروا يفتحوا الباب دوت وينزلوا من الطيارة بأمان وسلام. الطيارة بتاعتنا طيارة متقدمة جدا، في أعلى مساعدات ملاحية على مستوى حتى العالم موجودة. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا حاجة اسمها G1000 اللي هو مساعدة ملاحية دقيقة جدا، بحيث إن هي تحدد اللوكيشن حتى، أو إحنا نقدر من خلالها نحدد اللوكيشن بتاع الإسقاط، فده بيتم بأكيورسي أو بدقة عالية جدا.
لو حد عايز يمارس رياضة سكاي دايف محتاج مواصفات جسدية معينة ولا أي حد ممكن ينط؟ بص زيها زي أي رياضة عادية، أنا ما ينفعش إن أنا أمارس أي رياضة وأنا مش إن أفريج للرياضة دي، يعني لو وزني زايد مش هقدر أمارس أي رياضة. طيب هدف الناس لما بتعمل رياضة زي دي بتشوف لقطات حلوة وحاجات حلوة، ينفع أنا وأنا بمارس الرياضة دي من فوق أمسك موبايلي وأصور؟ تمسك موبايلك وتصور، هي دي بره السيفتي شوية، إن أنت تمسك موبايلك وتصور دي. انما في حاجات تانية ممكن تنقل لك الصوره، في كاميرات حديثه بتتركب على الهلمتس بتاعتك، في حاجات ريست هاند بتقدر تنقل لك الصوره اللي انت عايز تشوفها. الحاجات دي سيفتي وايبل ان انت تستخدمها. يعني المناخ والطقس اليومي ممكن ياثر على الانسان وهو فوق، يعني ممكن يلغي مره المغامره بتاعته عشان الجو ما يسمحش؟ طبعا، انت اهم حاجه عندنا تاثير بس الويند، الويند هي اللي بتقول لي انا هوصل الارض بامان ولا هيبقى فيه مشكله. طبعا احنا عندنا اهم حاجه الامان، فعشان الامان ده يبقى كامل لازم ابقى عارف بالظبط قبل ما اطلع الويند بتاعتي دي هتوصلني بامان ولا لا، على الاساس ده بيتلغي القفز او بنكمله. يعني سكاي دايف فيروز طموحها ايه في مصر او في الرياضه عموما؟ طموحي في مصر هنا ان انا انقل الفكره دي لاكبر عدد من الناس يقدروا يستمتعوا بالمناظر اللي احنا شفناها في خلال ال 30 يوم دول، لان احنا تقريبا لفينا مصر كلها. طموحنا ان احنا ننقل الصوره دي للناس كلها تشوف الانجاز او المناظر الجميله اللي موجوده في مصر. اعتقد ده انسب وقت ان احنا ننقل صوره مصر كلها للعالم كله. لو ادمنت السكاي دايف ممكن اعمل كام قفزه في اليوم من غير ما تدمنه؟ صدقني هي اول قفزه بس، السيكونس بتاع القفزات نفسها لما يبقى الطياره موجوده والجو مناسب وعدد القفزات يعني عدد القفزين مناسب، ان انت ممكن توصل ل 15 20 قفزه في اليوم، ده حاجه عاديه خالص. So first of all, we just need to know how many years have you been doing skydiving? Almost 23 years. Wow. Yes. From your point of view, what's the most interesting thing about Egypt? The most interesting thing is, well, the backgrounds, you know, the it's a very historical place. Mm-hmm. You know, it has a lot of history in the place. So sometimes when I'm shooting pictures, it's nice, but there are places that had nothing to talk about. Yes. You know? Okay. In Egypt, you shoot in it, and it's something behind. We all know that you've been making so many movies. Mission Impossible is one of the most famous of them all. So we just need to know about your experience in this huge movie. How was it? It was incredible because I learned a lot, you know. Sometimes you shoot in skydiving and when you're going to shoot the movie, technically it's completely different. So the director is telling you what to do and you find out that there's a lot of things to learn. So it was a really amazing experience. It was hard? It was. It was because we're jumping with the red cameras they're bigger. And not really for skydiving, so they are too heavy and they are square. And yeah, it was hard, but I like that. Yes, so I am visiting Egypt from the US. I live in Texas. I'm here to do tandems. I'm also a AFF instructor, so I teach people how to jump on their own. I've been jumping for 14 years, and I have about 8,000 skydives. And what is the most magical thing about Egypt? I think one of the things I enjoy the most is that you're in the desert, and it's sand, and then all of a sudden, a big city.
And it's so compact and crazy, and the culture is wild. And then a few hours away, you walk into this majestic view of the Red Sea. I would tell people here in Egypt that this is the first civilian opportunity to jump from a plane over incredible views like the pyramids and the Red Sea. So to be part of the beginning of skydiving in most likely their own country is such an incredible opportunity that they shouldn't pass it up, no matter how scared or nervous they are, that the views are worth it. And to be the first people in Egypt jumping is a pretty awesome experience. Skydiving, like there's the door, and once you cross it, then there you got it, you crossed your fear, and magic happens. So if you are scared or anxious in life, well, come skydiving, because it's gonna reveal or unfold stuff for you. I think it's a very good exercise to step up and enjoy life more. So for me, it's very exotic. Egypt, I mean, I've heard of it in books, so it's something you Google, you know, the big pyramids. It's not something you see by yourself. So for me, it's pretty epic that you can fly above the Great Pyramids and see the very top of it. I mean, you pay tickets to see around it, inside it, but we are allowed to see the very top of it, the last brick. So this is very special. And to see the corals from above, to land on islands, it was really epic jumping in Egypt. It's a great adventure. So I started in 2013, and in 2014 I did AFF in California, and I did 300 jumps that year. Egypt has the ancient parts where we can see remnants from the civilization that was here, and all of the writing, the hieroglyphs, and looking at the pyramids up close and touching a pyramid was amazing. And then right next to the ancient city is the modern city, and so the people here really have a connection with the past. I really like that. Can you give me a message to everyone's watching us today to go skydive? I like to tell people that we have superpowers, so when you leave the plane, you can fly for a minute, and it feels incredible. So face your fears, go skydive, and you will have an amazing experience. التجربة دي تجربة جديدة في مصر، هي نوع من أنواع الرياضات الجوية، طيران خفيف، بنستخدمها في مشاهدة الأماكن السياحية من فوق، وممكن نستخدمها في التصوير الجوي. دلتا فيها كرسيين، كرسي البايلوت بيكون قدام، والكرسي اللي ورا بيكون فيه الكوبايلوت أو الباسنجر، فالباسنجر بيكون قاعد ورا الطيار، وفي مكان واحد بس للباسنجر، مش ما ينفعش أكتر من مكان. طيب، عرفنا ان في مشاهير جربوا الدلتا. طيب، احكي لنا بقى مين اللي عمل كده واتبسطوا بيها، ولا كان احساسهم ايه؟ في شرم الشيخ طار معايا كابتن عماد متعب، وكان تجربه جميله جدا بالنسبه له، ونزل مبسوط جدا، قعد يقول لي لازم اجربها تاني وتالت ورابع. وطار معايا محمد محسن وهبه مجدي، نزلوا برضو من الجو وقعدوا يقولوا لي احنا لازم نجربها تاني. احنا بنوفر للباسنجر اللي بيركب معانا كاميرات بصور هاي كواليتي احسن بكتير من الموبايل، فاحنا بنوفر لك طريقه احسن، وتقدري تخلي الفيديوز دي معاكي بعد كده لما تنزلي في الارشيف بتاعك تتفرجي عليها في اي وقت. انا طرت في اماكن كتير جدا جوه مصر وبره مصر، طرنا في فرنسا وطرنا في انجلترا وطرنا في اسبانيا، بس مصر مختلفه تماما، مصر حاجه تانية خالص من فوق. مثلا عندك راس محمد، راس محمد طول عمرنا بندخل نعمل دايفنج وبنعمل سنوركينج وكده، عمر ما حد جرب ان هو يطير فوقيها ويشوف راس محمد دي من فوق عامله ازاي في شرم الشيخ. انا جالي صدمه من كتر الجمال وجمال مصر من فوق عامل ازاي. لا لا، راس محمد دي مختلفه تماما فعلا، وحته من الجنه فعلا على الارض. نجوم السماء. نجوم السماء.
الباراجلايدر المظلة بتاعته بتبقى حجمها كبير شوية، ودي بتعتمد على طيارات الهواء الصاعدة، وبنستخدمها طبعا في ان احنا بنقفز بيها من فوق الجبال او اماكن عالية. بالنسبة للباراموتر ده بيبقى المظلة بتاعته قريبة برضو من مظلة الباراجلايدر. الفرق الجوهري ما بينهم بتبقى حاجات بسيطة في الرياضات الجوية عموما، يعني الباراموتر والباراجلايدر بيقعد وقت اكبر شوية في الطيران. طيب كلمنا عن مشاركة مصر في بطولة العالم للباراموتر، وإيه كان رأي الممارسين الدوليين في التنظيم والأماكن اللي هطيروا فيها؟ لا ده كان أكبر تحدي عندنا بصراحة. بالنسبة للاتحاد الدولي كان عنده تخوف إن هو إزاي يوافق لمصر على استضافة بطولة العالم، وإحنا ما كانش عندنا تاريخ رياضياً في الرياضة دي. فبدأنا الأول إن هو إدانا إن إحنا ننظم بطولة كاتيجري بي، دي عملناها في الفيوم، كان تحت إشراف الاتحاد الدولي. بناء عليها الحمد لله بعد ما خلصناها بعشر ايام كان اتعمل فوت في الاتحاد الدولي ازاي مصر انها تنظم بطوله العالم. صوت لنا في الفوت دوت 18 دوله ناقص 22 دوله. احنا اللي انبهرنا اكتر قبل الناس اللي هي مثلا سواء من الاتحاد الدولي او الطيارين بتوع الباراموتر او كده، ان احنا مثلا كنا شغالين فوق بحيره قارون، لما يعني بتطلع فوق او بتطير بتاخد الموضوع من زاويه مختلفه خالص، وخصوصا في الطيران بقى انت كان في لوحه وانت عايش جواها او انت طاير جوه اللوحه دي. ممكن تتخيل الموضوع ده في دماغك وشوف بقى ازاي انت هتشوفه معانا. كابتن اسامه، ازاي انا اقدر اجرب الرياضات دي، الباراموتر، باراجلايدر او حتى السكاي دايف، اوصل لكم ازاي؟ خلال طبعا الويب سايت بتاع سكاي دايف فيرس. نشكركم الحقيقة على العرض الجميل دوت في الجو الصعب ده. متشكرين جدا جدا، وأسعدتونا وأبهرتونا كمان. شكرا جزيلا ليكم. كان لازم ما يعديش العرض ده من غير ما نشكركم يعني. فاسمحوا لي إن احنا نحييهم كلنا على العرض ده. شكرا جزيلا.
عشان مستقبل ولادي، وبكره انا هبقى مطمن على بلادي.